مفاجآت يعني في حسنات كتير. صندوق عشر الحجرة، اسحب يا شهر. قولي يا شهم شو طلع لك؟ شو هاي السورة؟ الكعبة. علي صوتك، اصحابك مو سامعين. الكعبة. الكعبة، مين بيحب شو هاي؟ كعبة. عشان الكعبة؟ الكعبة. طب مين؟ عمري روح على الكعبة؟ أنا. روح على الكعبة مع ماما وبابا؟ وتوتو كمان؟ طيب، وين الكعبة موجودة؟ بدك تروح مع ماما؟ موجودة في مكة. برافو سلطان، في مكة. طب شو رأيكم اليوم نتعرف احنا شو بنعمل عند هاي الكعبة؟ شو بنساوي عند هاي الكعبة؟ بندور المتاحف. بس احنا بندور؟ اه. طب والاماكن الثانية اللي بنروح شو اسمها؟ مناسك الحج. بنروح على مزدلفة كمان وعلى جبل عرفات وبننام بمنى. الكعبة اسمهم مناسك الحج. شو اسمهم؟ مناسك الحج. نعملها في شهر الحجة. في أي شهر؟ الحجة. طيب شو رأيكم نتعرف على المناسك مع بعض؟ يلا تفضل. وصلنا عند المجسم الكبير يلي عملت لنا إياه مثل إيمان تشرح لنا فيه عن مناسك الحج. قولوا لنا شو على مثل شو هم ملابس الحجاج؟ الرجال بيلبسوا الرداء والإزار. شوفوا وبخلوا كتفهم اليمين مبين. هاي الحج. الأولاد والبنات بيلبسوا أي إشي يغطي جسمهم بس بضل وجههم مبين وإيديهم من هون مبينين. بلشوا الحجاج إن شاء الله يطوفوا سبع أشواط، بيبدأوا من الحجر الأسود. سبع أشواط، سبع أشواط، كم شوط؟ سبعة، كم شوط؟ سبعة. وبعد ما يخلصوا السبع أشواط وين بيروحوا؟ على مقام إبراهيم. وين بيروحوا؟ على مقام إبراهيم. بيصلوا ركعتين، كم ركعة بيصلوا؟ ركعتين. بعد ما يصلوا الركعتين بيوصلوا وين؟ عند بئر زمزم، بيشربوا من مية زمزم الزاكية كتير وبصيروا يدعوا كمان. بيقول الحمد لله رب العالمين. وين بيروحوا؟ عند الجبل الصغير الصفا والمروة. ليه؟ بدهم يسعوا كمان سبع أشواط من الصفا للمروة سبع مرات. شوفوا كيف؟ شوفوا هيهم عم يسعوا الحجاج. بعديها خلصوا السبع أشواط بيروحوا على جبل عرفات. تعالوا شوفوا لجبل عرفات، تعالوا يلا. لما نوصل عند جبل عرفات بندعي وبنستغفر. تعال جنبي عشان نشوفه. بندعي وبنستغفر وبنذكر رب العالمين. شوفوا هاي هم الحجاج على جبل عرفات. خلصوا من جبل عرفات وين بيروحوا؟ على مزدلفه. مزدلفه بيروحوا بجيبوا منه سبع حجار. كم حجر؟ سبعه. كم حجر؟ سبعه. بعديها وين بيروحوا؟ عمينا عند الخيام يلي في منا هون. شوفوا بباتوا فيها. بعديها وين بيروحوا؟ على مكان اسمه رمي الجمرات. هذا المكان شفتوا صف الحجاره اللي جابوهم رح يرموهم فيه. في مكان اسمه رمي الجمرات. شو اسمه؟ وبعد ما خلصنا من رمي الجمرات ورحنا نبات بمنا، بدنا وين نروح؟ عند الاضاحي عشان نضحي فيهم. بصير نضحي يا اما ببقره يا اما بجمل يا اما بخارون اللي بنحبه احنا وبنختاره. وبعد ما خلصنا الاضاحي بنروح على مكان اسمه الحب قصير. بنروح عند الحلاق. الاولاد بيحلقوا شعرهم والبنات بقصلهم من كل شعراتهم. من هون طرف شوي ومن هون طرف شوي ومن هون طرف شوي. مش كثير بناخذ مثل الاولاد كل شعرنا. وبعدين بنرجع بنطوف طواف الوداع وبنروح على بيتنا.